وشوف انت عارف على حضرتك الشاعر محمد عيد. كنت عايز تقول شعر النهارده، اتفضل. انا بعوز اقول شعر على طول مش النهارده. لا عايزك بس المطالب النهارده 29/7 النهارده. هقول جزء صغير من مناسبه 30/9 كل المناسبات. اتفضل اسمع. تعال جزء صغير من قصيده طويله اسمها توبه رضيع. لما تسأل فرعون عن سر فرعنته، رد ببساطه وبقلاطه، قال السبب ما لقيتش حد يردني ويصدني ويهدني، وان بطبيعتي ببقى ظالم مفتري، ما اقدرش اسلم بالسهوله وبالادب. اه يا عرب هتحاربوا من فوق السراير خلف جدران البيوت، هتحرروها بالريموت. كترت يا صاحبي الاسئله والمهزله، ان العرب والمسلمين متفرقين متشتتين مستهيفين المشكله، والبعض اعلن صحوته من غفلته، هالل علينا بفكرته وبفتوته، ان السلام هيعم بالتطبيع. هب الرضيع يرفض يا ساده، يصرخ ويعلن انه ناوي يبقى قائد للانتفاضه، والصرخه مرت فوق جبال الصبر شقت قلبها، قال انها ارضي انا، وازاي انا ارضع هنا واتخلى عن اخواني اطفال الحجاره، طعم اللبن فيه المراره، ببكي وبرضع من لبن امي الحزين، شايل على كتافي هموم المسلمين، ونزلت كاره للحياه، مؤمن موحد بالاله، عابد مطيع، حاسس بان الكفه تقلت من الذنوب، قررت اتوب، صنعت من فضله حشايا الام طوب، هيأت نفسي للحروب، جندت روحي للجهاد، وركبت موج الزهد وبحور العناد، يحضن شراع الانتصار، يتهنى بالجنه وحلاوه طعم الاستشهاد. شكرا 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 شكرا. انا اسمي عمرو محمد احمد، انا جاي من سوهاج مخصوص علشان اقف مع اخواتي هنا في الميدان. تمام حضرتك، انا هتكلم على المحاكمات العسكريه. ازاي واحد عسكري، ازاي الرئيس محمد حسني مبارك رجل عسكري، تمام، ازاي محمد حسني مبارك رجل عسكري، تمام، ها، ويتحكم محاكمه مدنيه، وازاي الشعب، ازاي واحد مدني، تمام، يتحكم محاكمه عسكريه؟ فين العدل؟ فين العدل؟ احنا بكره باذن الله نازلين كلنا، ونتمنى ان الناس كلها. اللي انت عايزه بكره نازل ليه بكره؟ انا باذن الله بقول لا للطوارئ، لا للمحاكمات العسكريه، لا لكل حاجه، تمام. وعايزين طبعا احنا في من اصحابنا كتير قوي، تمام، مسجونين ومعتقلين، تمام، وحتى كمان اللي هم في السجن اصلا بيشكوا من المعامله، من المعامله، يعني سوء المعامله وحشه قوي. شكرا فندم، شكرا. طبعا سريع والله، خلاص البطاريه خلاص اللي كان اخر واحد استاذنكم، هروح هشحن واجي تاني. ما ينفعش انا يتكلم تقول له علي صوتك. انا اسف، معلش، بعد اذن حضرتك، معلش والله انا خلاص. انت راجل، معلش هقول كلمه بس، لحظه، اتفضل، عارف نفسك. طلعت علي سعد، خريج ليسانس حقوق، عملت بالعمل السياسي فتره طويله، وكنتش بحب العمل السياسي، ولازلت انا زي اي مواطن مصري ما بحبش العمل السياسي. انا همي عملي الشغل، اكل واكل. مطالبك ايه في جمعه 30/9؟ ما هو ده الاساس، مطالبي، لان انا مواطن زي اي مواطن من اللي قاعدين في الميدان دوت. بس المواطن نسي حاجه، الثوره قامت مشت حسني مبارك ورؤوس النظام، والنظام زي ما هو. عشان نزيل النظام ده لازم كل مواطن مصري يلجا لحزب سياسي عشان يقدر ينفذ مطالبه من خلال العمل السياسي. هو قام ثوره شعبيه ومفيش قائد، طب نحولها لقائد ازاي؟ من خلال الاحزاب السياسيه. الاربع سنين الجايين دي مرحله، ما هيش نهايه المطاف، بس احنا لو قدرنا نزق العجله السياسيه من خلال مسانده احزاب سياسيه كل واحد بفكره، هنوصل لحياه ديمقراطيه سليمه، ومش هيقصى حد نهائيا، لا ليبرالي ولا سلفي ولا علماني ولا اشتراكي ولا شيوعي، كل واحد هيقول رايه، وكل واحد هيبني البلد. البلد دي محتاجه لكل واحد، محتاجه للشيوعي، ومحتاجه لانسان مسلم، ومحتاجه لسلفي، ومحتاجه لكل واحد بيحب البلد دي بفكره، لان كله لازم يشارك، مفيش اقصاء لحد. مش هيتم دوت الا من خلال الاشتراك في الاحزاب السياسيه. انا بكره الاحزاب السياسيه والعمل السياسي لانه شيء ملوث. شكرا يا فندم، شكرا.